تعالوا النهارده نشوف الفرق ما بين ميريندا العاديه ام 4 جنيه اللي احنا بنشربها كلنا وميريندا المستورده اللي هي بنتها اصلا اللي ب 25 جنيه. دي ب 25 جنيه ودي ب 4 جنيه، دي مصريه ودي مستورده، فتحدي ما بين المصري والمستورد. يلا بينا. مبدئيا الحجم يضحك اصلا، يعني انا مش هتكلم، كل حاجه باينه. تقريبا نصها ب 25 جنيه، نص اللي ب 4 جنيه. والله عظيمه يا مصر، والله عظيمه، والله العظيم الدنيا لسه بخير يا جدعان، والله العظيم. احنا نجيب الكوبايتين بتوعنا ونشوف اول حاجه اللون عامل ازاي. نفتح الاول ميريندا العاديه خالص. اسمع الصوت يا ولا، مبدع. ريحة ميريندا عادي خالص، يعني كل الشعب شرب ميريندا اصلا. نصب بقى كده الميريندا ونشوف. ده لونها، لون الميريندا الطبيعي اللي احنا عارفينه. نخليه كده هنا على جنب. نفتح بقى المستوردة. اقسم بالله يا جدعان، والله العظيم الحجم يضحك. بص اصلا عاملة ازاي، 25 جنيه. نفتح كده، اسمع شوف كده اللون بتاعها عامل ازاي. هي خلصت الميريندا المستورده، خلصت اصلا خلاص، ودي انا مليت بس نصها ولسه فاضل كمان. طيب مبدئيا كده الميريندا المستورده لونها اغمق سيكا قوي، يعني بص بالسيكا خالص، لا هو سيكا شويه يعني. حلوين، شم كده ريحه ميريندا عاديه، مش عارف ازاي والله، ريحه صابون مواعين، ما تفهمش ازاي والله العظيم، يعني ميريندا عاديه صابون مواعين. طيب ندوق كده الاول ميريندا العاديه. ادوق ايه، ما كل الناس دايتها اصلا. ندوق كده ميريندا العاديه، طعمها كده ميريندا عادي خالص. نيجي بقى للمستورده اللي ب 25 جنيه. استنى كده، مش عارف اجيبها لكم ازاي، ولكن الطعم هو الفرق، بس ان المستورده فيها صودا شويه سيكا فقط، صودا يعني يعني 2 مثلا 3% زياده عن المصريه، لكن الطعم هو. عمال اجيب، احاول اجيب طعم مثلا مختلف، حاجه لا مفيش خالص بالنسبه لي. انت لو لقيت دي في اي مكان ما تشتريهاش، ما تتخدعش ان هي مستورده فتجيبها يبقى طعمها احلى وكده. هي نفس المصريه بالظبط، المصريه ب 4 جنيه، دي ب 25 جنيه، وكل اللي هتاخده بس شويه صودا زياده، شويه بس حرقيه بس كده في لسانك لما تيجي تشربها من الصودا يعني. ولكن كطعم الاثنين واحد بصراحه. انا من رايي ما تجيبهاش، انت براحتك انت، انا لو شفتها تاني مش هجيبها. والمصريه جامده جدا ب 4 جنيه، يعني بص قد ايه، ولسه كمان ايه نصها كمان مليان اصلا. ممكن يكون في اختلاف في بيبسي المستورده او 7 المستورده، في حاجات كتيره جدا مستورده، يعني لو عايزني اجيب ال 7 منها او اجيب البيبسي منها ونقارن برده ما بينها هي والمصريه، اكتبوا لي تحت في الكومنت ونجيبها ونعمل فيديو مع بعضينا. شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. على فكره هانت 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 جدا. وانستغرام هنا عشان تشوف حياتي بقى اليوميه ماشيه ازاي واحنا بنروح الجيم والكلام ده يعني. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.